في الحقيقه الليبلينج بتاع الميديكال ديفايسز في غايه الاهميه، لان هو ممكن يبقى له يعني تاثير كبير جدا على كيفيه استعمال اليوزر ده للجهاز. وده الحقيقه ممكن ان هو يعمل امباكت الحقيقه مش قليل، على الاقل بيحاول ان هو يزود الانتويتيفنس بتاعه الاوبريشن، يعني يخلي الطريقه اليوزر بيتعامل بيها مع الجهاز تبقى بالنسبه له طبيعيه ومتوقعه، وبيمينيمايز الريكواير تريننج، يعني يعني حتى لو كان اليوزر ده مش بروبرلي تريند بيقدر برضه ان هو يستعمل الجهاز، وبينشور اكيوريت بيرفورمانس عشان يعني ابقى متاكد بالظبط انا بشتغل يعني بالجهاز بالطريقه المفروض يشتغل بيها. والحقيقه يعني المفروض الليبل نفسه بقى لو كان بروبرلي ديزايند بيدي اليوزر انستراكشنز ايدنتيفيكيشنز ماركينجز سيمبلز كولرز اند كوماندز they already know or can easily intuit. يعني المفروض لو انا بعمل ليبل مظبوط المفروض ان هو يدي معلومات لليوزر في شكل يعني ان انا بعلم على حاجه معينه او ان انا بمارك حاجه معينه علشان تبقى معروف ان دي بتاعت كذا، او بدي رمز معين للحاجه دي، او بدي لون معين للحاجه دي. والحقيقه كل الحاجات دي بتبقى مفروض ان هي عشان يبقى الليبل ده متصمم صح المفروض يبقى لها علاقه بحاجه يبقى اليوزر عارفها علشان يقدر يربط الحاجتين ببعض ويقدر يشغل الجهاز بشكل مظبوط. طبعا بتكلم على ان انا مش بعمل ليبلنج بس للجهاز، بعمل للجهاز نفسه وللاكسسوارز بتاعته، يعني كل الاسوشيت اكسسوارز. ولو انا بتكلم ان انا بعمل له شيبنج بحطه في الشيب كونتينر بتاعه بحط برضه الليبلز المظبوطه عليه، ولو انا بحطه مثلا وذين رابنجز مثلا يعني بيتلف بشكل معين عشان يتحط جوه الشيبنج كونتينر ده برضه بيتحط بشكل معين ويبقى له ليبلز معينه محطوطه على الرابنجز دي. طبعا لازم نفتكر من الكلام اللي احنا كنا قلنا عليه في المانجنج ريسك اوف يوز ايرور ان الليبلنج ده يعني از ذا ابسولوت لاست ريزورت for protecting users from potential risks. يعني انا دلوقتي الليبلز دي يعني هدفها ان هي تحسن لي استعمال اليوزرز للاجهزه والتعامل مع الاجهزه عموما، سواء كانت في نقل الاجهزه، سواء كان في صيانه الاجهزه، سواء في تشغيل الاجهزه، سواء في اي حاجه لها علاقه بالاجهزه. فيعني ناخد بالنا كويس قوي ان احنا برضو يعني لو كان عندنا مثلا يعني potential risk لازم ان انا اعمل يعني mitigation للريسك ده بطرق تانية غير الليبلز، واخلي الليبلز دي اخر ريزورت او اخر يعني وسيلة استعملها علشان mitigate الريسكس اللي ممكن تنشأ من وجود الجهاز في الانفايرمنت.